التبخر والتكتيف إذا أن إحنا مصدر حرارة والماء نحط الماء المرور في الزمن تحول الماء من المادة السائلة إلى الغازية بالتسخين وهاي هي عملية التبخر تحويل المادة من السائلة إلى الغازية بالتسخين الآن نضع غطاء بارد على الإناء نلاحظ قطرات بعد فترة نلاحظ قطرات من المياه على الإناء البارد وهاي هي عملية التكتيف تحويل المادة من الغازية إلى السائلة بالتبريد